صحابي جامدين، صحابي جامدين. النهارده كان يوم الحلقه 16. 16 كان في حاجه غريبه جدا جدا. وتعالى بقى، واتمنى ان احنا كنا في حبوشكش. بقى كنا في حبوشكش عشان نضربوه، وفي واحد بيجري على البنك بقى وكده. بقى ايه هيحصل في الحلقه؟ سمع ما اعرفش. انا اشيله ده ضربني بالعلاء حماده وتاني دكتور. يلا تيجي بكره ماشي؟ ولا بقى احصلي مشكلة يلا ايك ونشوف بقى يا صحابي جامدين. وانا في المستشفى ايه حصل لي؟ دكتور فين اخويا؟ مصلتاش. انا مديره على فكرة وشغال عندي على فكرة، وانا جيت فلوس كتير عشان اللي انا كنت بهليه اشتغل عندي. وبابا قبل بابا قال لي شغله عندك. انا قبل ما حصل لي ده انا عارف اللي حصل لي. معرفش هو دلوقتي بيعمل ايه. عمليه تمت؟ هي دكتور؟ لا. هتم العمليه؟ طيب امتى؟ عملتها لك. هقدر اقوم؟ استنى اقول اخوكي. طب استني اهو. طيب ليه؟ اخوك ما ينفعش تتحرك اول هو هيجي. مين اللي قال لك؟ في ايه مالك؟ وفي حاجه لعب هنا؟ لا. وفي قطر هنا؟ خلص قطر مشي. ومعاش اللي اسمه اللي اسمه ايرون مان معاش راح فين؟ قادر اقوم عادي. والله ايرون مان اصلا مشي من هنا ومفيش حاجه حصلت يعني. كاو فين ايرون مان يا اخويا اللي انا انت اللي شغال عندي؟ هو كان معايا. هو عامل ايه يا صاحبي؟ انا عايز اعرف اهم حاجه. ايه؟ انا هغير هدومي دلوقتي. تخمر ايرون مان. عايز حاجه، في حاجه غريبه النهارده. انا عايز مش نعمل ازاي. استنى، هليكم واقفين هنا وانا جاي لكم تاني. ازيك يا قطر؟ مين واقفك يا حماك في قنية؟ مين اللي واقفك قدام امي وابويا هنا في التراب؟ انت بقى بتكلم؟ لا شعاد عن التاني. قبل ما هم تقتلوا انت على طول تجي حياتهم. عشان انت تجي حياتهم؟ حماك بلاش غنية. انت بقى جاي قدام ماما وبابا ليه؟ ها؟ ما ترد. ده راح فين؟ معلش يا بابا، انا مرضي. انا ماشي، انا هساعدك يا ماما وبابا، هساعدكم. راضي؟ تعال. انا على فكرة انا عايزة اشوفك وانت بتعمل اي حاجة العبيطة اللي انت بتعملها دي. انا اسكت مش شغله غنيه بالعربيه. بس انا اركب اروح عند خلاص اغير هدومي. بس انا ازاي اروح مروح؟ انت ازاي عرفت؟ واحده مدرقه مكان تاني، اسم المكان ده معفن. يلا استنوا كده اصحابي جامدين. النهارده وصلت هنا في البيت. الايه ده بيت ده حلو. اختار اي بيت جديد يا ابني. يا ابني بص، عارف اشتريت ده منين؟ ها؟ عارف اشتريت ده منين؟ منين؟ من حمودية. ده انا اشتريتها مش انت. انا اشتريته خلاص. انا خلاص اشتريته. ابعد عني وخليك بقى بره. تبارك على الهدوم ده. حلو، اطلع بره. لك على السلسلة. سلسلة فلسطين؟ اوكي. شنو سعيد وحشي.
وحشين لسه في فلسطين بيتدرب. بيتدرب؟ اه. بص اللي اكبر منك ده، بص الفخامه دي، ده بتاع اليوتيوبر. بس انشيل اللي حرمتك من عندي. هي محصوره، شيلها وطيرها. اه صحابي جامدين، قفلنا في المزيكو بس صحابي جامدين النهارده. الحلقه 17 للفيديو ده. يا ربي نقعد نركن العربيه. انت عايز ايه؟ اركن على جنب. ده شبيتك. لا اركن. مش هتركن من جوه؟ لا انا اركن عندي. اهو قفلت يا صحابي جامدين. هو بقى اروح ارجع يوم، اروح بقى اغير استحمى ارجع يوم. اهم حاجة على حضومي. ارجع ارجع كمان. واخدمة عند الاخوية ماله فازل. اقفل كده. دولة تحت ده اخوية، ديلو علقة. هقدر استحمى بقى واخش اغير هدومي. ريح بقى بيض ريع التلج. تحسن هدوم عندي مسين. عايز هدوم كتيرة. لا مينفعش. عايز جبه. لا انا لا كتير. انا قلت لك ايه؟ كتيرة. استوكي اصحابي جامدين. معرفش هو فين دلوقتي. اخويا بيعمل ايه؟ انت بتعمل ايه؟ ها؟ دلوقتي بعد انت رايح فين؟ يا ابني انا رايح منشيه. وفين منشيه هنا اصلا؟ منشيه مع الدرس ده. احنا في بكره يا فيش في مصر. هو يوم فرح النهارده ولا ايه؟ اتركي لهم. جهز نفسي بسرعة. الفرح عند القاعة. جيب عربيتك. الله اخويا انا مديري. بس اخويا انا جاي لك دلوقتي. تعالى بسرعة بيك. تعالى كوتو ميت غلق القاعة في فرح صاحبي. بس هكون ما احنا جاي بنجيب العربية بقى. وانت المفروض تخش على الفرح يا صاحبي. مديري. انا مديري. انت عارف اللي انت بقى يا قطر جاي من صاحب مين؟ انا عارف اللي انت بقى عايز تضربني من هنا. يلا خدي. ايه عملت ايه؟ ايه عملت ايه؟ هم جوا بيعملوا مراكين. طب اشوف اوتو جوا. نديه خديني دكتور. لا اكون واحد لما يكون اكون بنزل اجيب. معلش اخويا اديني دكتور. نطيت مش عارف اطلع على السلم. الفيديو احنا خلصت يا صحابي جامدين. ديت الحلقه بقى تشوفوا ايه هيحصل فيها. الحلقه ايه؟ حلقه ال 18. اه بس انا رميت السين اخويا. مع السلامه.